السيدات والسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يلتقي عددا من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية للاطلاع على أنشطتها بالمحافظة. انطلاق الدورة التاهيلية الأولى لإعلاميي المنطقة العسكرية الثانية، ومؤسسة حضرموت للتنمية القانونية تدشن برنامج عدالة الثاني. حملة حضرموت الوفاء توجه رسائل الشكر والامتنان لدولة الإمارات الشقيقة. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا اليوم الأربعاء عددا من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية للاطلاع على أنشطتها وبحث أوجه التعاون، حيث استقبل رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان. وجرى في اللقاء تنسيق بين السلطة المحلية والهيئة لتنفيذ أنشطة وفعاليات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المختلفة، والتنسيق مع السلطة المحلية لعقد لقاء تشاوري يضم قيادتي الهيئة والسلطة المحلية والسلطات التنفيذية والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت، بهدف التوعية وتوحيد الجهود للحد من الفساد والوقاية منه، وتعزيز مبادئ قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد. وكما اطلع على التحضيرات النهائية لافتتاح مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة في المحافظة خلال لقائه ضابط العمليات الإنسانية في منظمة الأوتشا فرع المكلا نيازي بن سلمان. وتم في اللقاء استعراض تنسيق الجهود بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المحافظة لتفنيد الاحتياجات الأكثر أولوية لتنفيذ التدخلات والمساعدات والمشاريع الإغاثية والإنسانية. إلى ذلك رعى محافظ حضرموت اليوم تدشين عدد من الدورات التدريبية في عدد من مديريات المحافظة في مجالات محو الأمية والكمبيوتر والتنمية البشرية والمجالات الحرفية والمهنية التي تنفذها مؤسسة قلم للإبداع بالمكلا بالتنسيق مع الجهات والمنتديات الشبابية الفاعلة في المديريات المستهدفة. وكما خصص محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه بالمكلا العديد من اللقاءات مع عدد من الشخصيات والمؤسسات الأهلية والحكومية، حيث أشاد محافظ حضرموت خلال لقائه المؤرخ والباحث الكبير السيد جعفر بن محمد السقاف بعطاءاته وإبداعاته المتنوعة في كافة العلوم والمعارف والبحث وتاريخ حضرموت، متمنيا له موفور الصحة والعافية ومزيدا من العطاء والإبداع. كما أكد المحافظ بأن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماما خاصا بالقامات والأعلام الحضرمية التي أثرت الحياة الاجتماعية في مجالات العلم والتنوير وحفظ الموروث والتاريخ الحضاري بحضرموت. إلى ذلك التقى محافظ حضرموت قيادة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع المكلا، واستمع المحافظ من مدير الجامعة الدكتور عمر باجبير إلى شرح لنشاط الجامعة العلمي والشرعي وتخريج كوادر قرآنية متخصصة في القرآن الكريم وعلومه، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام الجامعة. إلى ذلك منح محافظ حضرموت اليوم شهادة تقديرية لمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة تقديرا لمستوى الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين ولمستوى أداء العمل وجهود الإدارة والعاملين في المركز. كما أهدى إدارة المركز خلال لقائه اليوم برئيس جامعة حضرموت حافلة صغيرة لتسهيل عملية التنقل والمواصلات أثناء العمل. وجهت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين بمدينة سيئون
بسرعة تنفيذ حملة إزالة مخلفات البناء في نهاية شارعي الرئاسة والجزائر بمدينة سيئون، وذلك لضررها البيئي البالغ وتأثيرها على مجرى مياه السيول الأساسي في المدينة، كما وجهت سلطة الوادي صندوق النظافة برفع دراسة فنية للاستفادة من المساحات الجانبية لشوارع الرئاسة والجزائر بسيئون وتحويلها إلى مساحات خضراء ومتنفسات للعوائل وإمكانية الاستفادة من المساحات في إقامة ملاعب رياضية للشباب. هذا ودعت السلطة المحلية بالوادي أبناء المدينة إلى التعاون والحفاظ على نظافة المدينة وعدم رمي مخلفات البناء في الأماكن العامة وتشويه المنظر العام للمدينة. ناقشت السلطة المحلية بمديريات وادي حضرموت والصحراء تنفيذ مشروع مركز أمراض القلب وإسهامات منظمات المجتمع المحلي الدكاترة الحضارم المختصين في مختلف بلدان العالم. وبحثت السلطة المحلية مع رئيس مؤسسة البلسمة الخيرية الشيخ صالح باجرش ورئيس منتدى حضارم أوروبا المهندس أحمد حسان إمكانية الاستفادة من منظمات المجتمع المدني في عمل شراكة حقيقية مع السلطة المحلية ومكتب الصحة لإنشاء المركز، وكذا الدعم الفني من ناحية الكادر المختص والمعدات الطبية من قبل منتدى حضارم أوروبا والاستفادة من خبرات دكاترة القلب الاختصاصيين في دول العالم في معالجة المصابين بأمراض القلب بحضرموت والمحافظات المجاورة. وأكدت السلطة المحلية استعدادها في توفير المبنى الخاص بالمركز وتوفير الدعم اللازم لعمل المركز، مشيرة إلى أهمية البدء العملي في عمل الدراسات من قبل المختصين وكذا البدء بعمل وحدة قلب مصغرة في وادي حضرموت حتى يتم تنفيذ المركز بالكامل. برعاية محافظ حضرموت انطلقت الأربعاء بالمكلا الدورة التدريبية الأولى لتأهيل إعلاميي المنطقة العسكرية الثانية والتي تنظمها شعبة التوجيه المعنوي. وفي مراسيم التدشين شدد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس على أهمية مثل هذه الدورات في ضبط وتقويم الرسائل الإعلامية الرسمية الصادرة عن المنطقة العسكرية الثانية والموجهة لوسائل الإعلام المحلية والخارجية لما من شأنه إيصال الحقيقة كما هي للعامة والتصدي لكل الأقاويل المزعزعة للأمن والاستقرار. بدوره تحدث رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خير الله على الجهود الواجب بذلها من منتسبي شعبة التوجيه المعنوي لتقديم رسالة إعلامية مواكبة للتطور. وتأتي هذه الدورة التي تقدم مجموعة من العلوم والفنون الصحفية ضمن الجهود التي تبذلها المنطقة العسكرية الثانية لتطوير مستوى منتسبيها ومواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العسكري. دشنت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية برنامج عدالة 2 للمرحلة الأولى للأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة برعاية من محافظ حضرموت وبالتعاون مع السلطة القضائية والمنطقة العسكرية الثانية وإدارة الأمن والشرطة. وفي مستهل مراسم التدشين أعطى المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية المحامي أيمن بامطرف فكرة عن البرنامج والمواد العلمية العسكرية القانونية وتقسيمها بين منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والأمن بالمحافظة على مدى 3 أشهر، داعيا المشاركين إلى الالتزام للاستفادة. وأكد ممثل السلطة القضائية بالمحافظة القاضي خالد الأرضي وقوف ومساندة السلطة القضائية بتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا البرنامج. بدأت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت منذ مطلع يناير الحالي بتفعيل خدمة العمل بنظام 24 ساعة في جميع محطات شركة النفط التابعة للشركة بمديريات الساحل. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود شركة النفط بالساحل لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في السوق المحلي على مدار الساعة
وكذا العمل بخطة التطوير التي تنتهجها إدارة فرع الشركة بالساحل برئاسة المدير العام الدكتور خالد العكبري، والذي قد أصدر في أثار من هذا الشهر تعميما لمسؤولي المحطات التابعة للشركة باستمرار العمل بنظام 24 ساعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمحروقات في أي وقت عبر محطات الشركة. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت على مروج لمادة الحشيش المخدر بأحد أحياء منطقة ديس المكلا عاصمة حضرموت. وفي العملية التي تم فيها ضبط المتهم متلبسا وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، وتم إيداع المتهم بالحجز لإكمال الإجراءات القانونية. هذا وكانت كتيبة الدعم والإسناد بالمنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات قد تمكنت الأسبوع الفائت من ضبط عصابة لتهريب المخدرات قادمة من السواحل الإفريقية في المشروع الرابع بميناء المكلا. استقبل مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي بمكتبه مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ هاني البيض لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الطرفين. وناقش الاجتماع القضايا العمالية الواردة إلى أمن مديرية المكلا وتحويلها إلى المحكمة العمالية بإدارة الشؤون الاجتماعية كونها جهة الاختصاص، حيث استعرض مدير عام الشؤون الاجتماعية الإنجازات التي تقوم بها المحاكم العمالية في سبيل استعادة حقوق العمال بما يتوافق مع القوانين النافذة. وتم في الاجتماع الاتفاق على تعاون أمن مديرية المكلا بتنفيذ تلك الأحكام بعد تعبيد الجهات القضائية وإحضار الأشخاص المطلوبين للمحاكم العمالية، وكذا في حالة تغيب الشخص عن حضور الجلسات بعد استلام إشعارات الحضور. تحرك فريق من المختصين في مجال الصحة والبيئة إلى مديرية أرياف المكلا لمعاينة الموقع التي دفنت فيه هذه النفايات الكيماوية بتوجيهات مباشرة من محافظ حضرموت عقب اكتشافها من قبل أهالي منطقة رأس محل بالمديرية في أحد آبار المياه. وتواصل الفريق المختص بأن المواد الكيماوية تحتوي على مادة سوداء الكاوية وتستخدمها الشركات للعملية المسح والتنقيب عن النفط، ووجه الفريق المختص بضرورة دفنها في عمق الأرض. وتقدم أهالي وأبناء منطقة رأس محل بالشكر والتقدير لمحافظ حضرموت على توجيهاته المباشرة للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة وإنقاذ المنطقة من العديد من الأمراض. اختتمت الدورة التدريبية في مجال إدارة المستوى الوسيط للإشراف على برنامج التحصين الموسع لمشرفي التحصين بالوادي والصحراء ومحافظة أرخبيل سقطرى بمستشفى سيئون العام التي يقيمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي بتمويل من منظمة اليونسيف العالمية. وتهدف الدورة إلى تحديث المعلومات لدى المشرفين حول برنامج التحصين وتحسين الأداء وكيفية عمل الإشراف الداعم لبرنامج التحصين للارتقاء بالمستوى المطلوب من خلال الدليل العملي لبرنامج التحصين الموسع. وتلقى المستهدفين على مدى 5 أيام مفاهيم وخبرات نظرية وتطبيقية حول الدليل العملي للمنهج المعد من قبل منظمة الصحة العالمية. بدوره أوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي الدكتور هاني العمودي بأن ما حققته الصحة ناتج من العمل الجماعي وتكامل بين الإدارة وكافة العاملين الصحيين بالمرافق الصحية بالمديريات. واختتم الحفل بتكريم استشارية التحصين بمنظمة اليونيسف العالمية الأستاذة هويدا ياسين سيف بشهادة شكر وتقدير، والمشاركين في الدورة بشهادات مشاركة.
أطلق أبناء محافظة حضرموت حملة وفاة تحمل رسائل شكر وامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها لهم في الظروف العصيبة التي مرت بها المحافظة. وتنوعت عبارات الشكر والتقدير للإمارات الشقيقة لدورها الكبير ودعمها السخي اللامحدود في دعم القطاع الأمني والعسكري وتبنيها تطوير وتعزيز قدرات الأمن وتأهيل الجنود التي تنفذه دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية. وتأتي حملة الوفاة بعد أن شهد القطاع الأمني تطور مستمر واكتمال المرحلة الأولى والثانية من خطة الدعم التي قدمتها دولة الإمارات الشقيقة للأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت. أنهى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الطائرة فئة الناشئين مهمته في ساحل حضرموت لغرض اختبار لاعبي هذه الفئة في قوام التشكيلة الأساسية للمنتخب الذي تنتظره استحقاقات قادمة، حيث جرت اختبارات مهارات وقدرات لاعبي أندية الساحل في تجمعين بنادي سمعون الرياضي بالشحر وبنادي الأهلي الرياضي بغير بوزير. وفي الاختبار قدمت العناصر المختارة مهاراتها خلال التدريبات التي قادها الجهاز الفني للمنتخب المكون من المدرب الكابتن وليد أحمد ومساعده خالد الزواهي وبإشراف خبير اللعبة المشرف الفني بالاتحاد اليمني لكرة الطائرة المدرب الكابتن علي العيدروس. وشهدت اختبارات لاعبي أندية الساحل حضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل الكابتن حسن مسجدي وعدد من مدراء المكاتب بالمديريات ورئيس اتحاد اللعبة بالساحل الكابتن أنور جابر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وبختام مهمة الجهاز الفني تم اختيار عدد من لاعبي أندية ساحل حضرموت لقوام المنتخب الوطني، وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقا ضمن قوام المنتخب الوطني والذي سيبدأ التحضير للمشاركات الخارجية. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء بها من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي عددا من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية للاطلاع على أنشطتها بالمحافظة. انطلاق الدورة التأهيلية الأولى لإعلاميي المنطقة العسكرية الثانية، ومؤسسة حضرموت للتنمية القانونية تدشن برنامج عدالة الثاني. حملة حضرموت الوفاء توجه رسائل الشكر والامتنان لدولة الإمارات الشقيقة. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.